بيبا اهو في كل حته في مصر، في كل حته في مصر يعني. مصر رحنا السويس، اسماعيليه، شرم الشيخ، الغردقه، بورسعيد، اي حته فيها بحر احنا رحنا سوا مع بعض. النهارده احنا في المحيط الاطلسي، في جبال الاطلس، في المغرب. بتهيألي درجه الحراره ساقعه جدا، وعندنا بكره ان شاء الله بطوله افريقيا للترايسلون. دعواتكم، وداخلين دلوقتي تمرين، يعني هنعمل في حدود كيلو ولا حاجه في الميه عشان نجهز لبطوله بكره ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب يكرمنا، عشان الموضوع صعب والعجله حصل فيها مشاكل في الشحن، فيا رب نعمل حاجه. بالشعال ونشوف هننزل ازاي. غيرتوا 4K ولا ايه؟ ايوه كده ابراهيم، صح صح. تعمل فيديو؟ تعالى بس، عايز اقول حاجه. كابتن بهاء هيشني، هيدخلني لحد هيدخلني لحد ما اعرف اعمل كاتش، لان هنا هو ده اسمه مد ولا جزر اصلا، عشان مش عارف الفرق. مش عارف هو الفرق بقى مد ولا جزر. المهم البحر جوه شويه، فاللي انا ادخل اسحب لحد جوه هيبقى كتير جدا، فهو هيشني لحد ما ادخل الميه. يلا بينا. استنى البس النظاره. يلا بابا. بسم الله توكلنا على الله. وبعد ما كابتن بهاء شالني ونزلني الميه، فطبعا انا عمت كتير جدا جدا جوه لحد الشمندوره اللي باينه في الفيديو دي، ورحت راجع تاني عملت مثلث، ورحت عامل مربع. مربع يعني ايه؟ بروح وبدخل شمال وبعدين ارجع تاني وبعدين ادخل يمين وبعدين اطلع على الشط. فطلعت خالص، وكابتن بهاء كان مستقبلني وشالني وراح يحطني على الكرسي.